نحن اليوم بمعرضنا معرض أيادي مبدعة، هي المعرض السابع اللي بنقوم فيه. هدفنا بهالمعرض دعم النساء ليأسسوا مشروعنا الخاص. نحن بنساعدهم على عملية التسويق، يعرضوا منتجاتهم لحتى ما يحتاجوا يطلبوا الحاجة من أي شخص آخر، بيكسبوا رزقهم من خلال إنتاجهم وشغلهم بالعمل. ونحن بدورنا بالجمعية عم نأمن لهم المكان، بنساعدهم لتسويق منتجاتهم. الحقيقة العمل اليدوي اللي عم يقوموا فيه النساء هو بحد ذاته علاج للضغوطات اللي عم يمر فيها. ضغوطات كثيرة بالمجتمع بالوقت الحالي، سواء كانت المرأة أو الطفل أو أي إنسان، بغض النظر عن المرحلة العمرية اللي عم يمر فيها. فالعمل اليدوي اللي عم بيقوموا فيه بحد ذاته هو وسيلة للشفاء من هذه الضغوط، للتفريغ، تفريغ القلق، تفريغ الضغوط، وزيادة الثقة بالنفس من خلال إثبات وجودهم بهالمجتمع، إني أنا قادر أشتغل، قادر أثبت وجودي، بحس بثقته بحاله من خلال الإنجازات الموجودة بيندي، الإنجازات والنتائج اللي عم بيقدمها للمجتمع.